مرات في مجتمعات يعني فيها نفاق، فيها ماسكات، فيها بوتوكس، ممكن أن تتعامل ببلاهة مع الأشياء. كان يعجبني في يوم من الأيام بروسلي. بروسلي طبعا هو لاعب اختصر الثقافة اليابانية بالحروب القتالية وأنجز فنان قصر. لكن في أحد المقاطع يأتي له شاب عجوز صغيرا يرميه بحجر، يخرق كل عادات التعليم تبع التايكوندو والكونفو إلى آخره. أنا بالرسم تبعي كذلك، أنا لا ألتزم بالقواعد الأكاديمية، لا ألتزم بالثقافة السائدة، أنا أنجز ثقافتي ومعرفتي كما هذا الشاب الذي رمى حجرا في الماء الراكدة. أنا من رميت الحجر.